موجود على الإطلاق. اللي عندك 43 عبد العزيز بخيت الأمامية التي وصلت لمصلحة نادي أم صلال، والتسديدة هي الأولى والكرة الأخطر بالنسبة طبعا لنادي اللي بدوره يرسل الكرة ممتازة على مجمل اللي يكسر مصيدة التسلل. مجمل بيسدد لكن حارس المرمى بيخلص. ممتاز حارس المرمى وممتاز على مجمل اللي كسر مصيدة التسلل، وكان ممكن أن يسجل هدف المباراة الثانية في لقطة هي يعني الأخطر في الكرة الماضية في طول السيطرة الواضحة جدا من جانب لاعبي نادي المرخية إلى خارج أرضية الملعب. وهنا اللقطة اللي سرق نفسه من خلالها اللاعب علي مجبل، وهذا إن دل فإنه يدل على إمكانيات كبيرة جدا لهذا اللاعب. هنالك يعني عدد كبير من المهاجمين على مستوى منتخبات كبيرة وأندية كبيرة ربما عنده مشكلة في كيفية التمركز، في كيفية فرصة خطيرة من خالد. خالد يصوب، خالد جول، فرصة خطيرة جدا في اللقطة الماضية عن طريق البديل خالد الهناني الذي أراد أن يبدل ويخير مجريات المباراة ويسجل الهدف التعادل، لكن جهاد هديم يتدخل بطريقة جميلة جدا. جهاد هديم يتدخل ببراعة أكثر من رائع، وحقيقة هذا الحارس يقدم مباريات أكثر من رائعة رفقة نادي أسد. تقابل هدف وخسر أمام الريان في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، 3 انتصارات و9 نقاط لنادي المرخية. الانتصار الأول كان على نادي الخرديات ب4 أهداف مقابل هدف، والثاني الانتصارات كان على نادي الخور بثلاثية نظيفة. المرخية سجل الانتصار الثالث كان على حساب نادي الأهلي. ما فيش هذا 24 مباراة في الموسم على الإطلاق، ما فيش هذا يعني مع 10 مباريات وهنا لدينا تسديدة قوية مميزة جدا، لكن جهاد هديم يتصدى لكرة لاعب السد السابق، أيضا كرة الماضية من اللاعب رقم 2 عمر يحيى. الماضية وهنا لدينا تسديدة كانت قوية، والتصدي كان أيضا من عمر من جهاد هديم، تسديدة عمر يحيى، وهنا أيضا لدينا الخطأ والتصدي الآخر يأتي من جهاد هديم. التصدي يأتي من جهاد هديم. حلو حلو بينا مكان المخرج خذ لك لقطتين قبلك التصدي، 4 تصديات لهذا الحارس. اسماء شابه وفريق لديه اسماء شابه هو ننسى ويتيح له ايضا التواجد واللعب والمشاركه وتطوير هذه الاسماء، وهذه محاوله التعديل. جول عمل الكرة بهذه الطريقة رسالة خطيرة لبعض من الدفاع، ممكن التصويب، التصويب أكثر من رائعة، لكن جهاد هديم يتدخل. كانت فرصة خطيرة لنادي عروكر من أجل تعديل الكفة. شوف استلام الكرة على التصويب بالرجلة على اليسرى، وبراد أكثر من رائع من الحارس جهاد هديم الذي يبعد الكرة للركنية. ضغط في هذه اللحظات لعناصر نادي الوكرة على يسجلون الهدف الثاني. تلعب الركنية الرأسية على إبعاد من الدفاع، ضربة نقاص أكثر من رائعة. الله لم سجل هذا الهدف، ضربة نقاص من محمد بارمان مسجل الهدف الوحيد. شوف شوف الكرة كيف لعبت، وجهاد هديم يبعدها الى الركنيه. لقطه جميله جدا، لقطه اكثر من رائعه. لو سجل هذا الهدف على اي ركنيه من الجهه اليمنى، وكرانية تلعب الكره بهذه الطريقه، فرصه خطيره، والحارس الاقرب الى الكره. ضغط كبير جدا من النواخذه في هذه اللحظات، ضغط كبير جدا من الموج الازرق الذي يريد ان يزور شباك عيال الديب
للمرة الثانية في هذه المباراة. أمامية خروج حارس المرمى جهاد هديب. من 17 سنة لكل هؤلاء اللاعبين. هنا ضربة خطأ لصالح نادي الوكرة. عن نتابع أولى الأهداف باللون الأزرق. أولى الأهداف لصالح النواخ ذوي الموج الأزرق. ننتظر ونعاين في انتظار إشارة الحكم أمامنا. جهاد هديب عن تسكن الكرة شباك من هذه الكرة المباشرة في تنفيذ محمد الأنصاري. محمد الأنصاري الحارس يتدخل ويبعد الكرة إلى الركنية. كانت رائعة جدا. شوف كيف نفذت بطريقة جميلة جدا بطريقة مقوسة. لكن سبايدر مان يتدخل عن حارس جهاد هديب ويبعد الكرة إلى الركنية من الجهة اليمنى. كرة نفذت بطريقة جميلة جدا على طريقة اللاعبين الكبار على طريقة بيرو النجم الإيطالي. شوف أقصى الجهة اليمنى وفي الزاوية 90. لكن المتابعة واليقظة كانت حاضرة من الحارس. ركنية دائما لصالح. ضربة خطأ ننتظرها ستأتي من جديد. تلعب الكرة بهذه الطريقة خطيرة جدا. الحارس يتدخل. هنا دربك داخل على المنطقة المحظورة. ضربة خطأ لصالح النواخدة. شوف الكرة السابقة. شوف الكرة كيف صوبها اللاعب محمد بهرمان. لم يتمكن من الكرة وكان بإمكان دفاع نادي عساد أن يرتكب خطأ كاد أن يكلفه غالي. لحظة متحركة مباراة حتى اللحظة نتابع فيها هجمات. تلعب الكرة خطيرة على الدفاع. يتدخل الحارس الأولى على الحارس جهاد هديب الأولى إلى الكرة على انطلاقة بسرعة من الهجمات المرتدة. هنا محاولة خطيرة الحارس على الأقرب إلى الكرة. سدوية دائما من الجهة اليسرى. يعني عديد جدا وفريق ليس بالسهل في هذه المباراة. التدخل من جهاد الأقرب إلى الكرة. الوكرة يضغط في هذه اللحظات. تعليمات الفار خوسي رودريغيز تبدو واضحة وبادية للعيان. اكيد انتبه حتى السد بعد يقول لكم مباراة حاسمة. إيه؟ وقال لك في ثلاث اهداف على السد اليوم. اكيد في ثلاث اهداف. وقال لك على انا يبغى هدف دقيقة ثلاثة. ما اقدر لا انا ما اقدر اقول مباراة فيه ثلاثة ولا فيها اربعة. النقطة السابعة وملاحقة فرق الصدارة. كرة من الجهة اليسرى. تمريرة بينية جميلة جدا وتدخل الحارس المتألق جهاد هديب أحد أفضل الحراس في هذه البطولة لما قدمه من أداء حقيقة في كل المباريات. وكان عنصرا مهما جدا داخل تشكيلة عيال الديب التشكيلة التي يقودها المدرب المغربي مولود المذكر. في المقابل نادي الطحيل يقود حاضر التوغل ممكن. فرصة خطيرة ما زالت خطيرة دائما لعناصر الطحيل. تمريرة جول لا ضاعت ما زالت الخطورة. التصويب حقيقة الطحيل بوجه مغاير جدا. قلت بأنها مباراة مهمة لكلا الفريقين خاصة نادي الطحيل الطامح إلى الالتحاق برباعي المقدمة. صراع كبير جدا. حكم المباراة يقول ضربة خطأ للطحيل. هذا اللاعب الخطير المكير الذي أربك دفاعات نادي السد عبد الرحمن نزهة. شوف الكرة الماضية أخذ كامل وقت ولكن براد كان أكثر من رائع من جهاد هديب. حارس ممتاز جدا وحارس يحسب له في العديد من المرات انتصار نادي السد الذي أداؤه عموما لم يكن مقنعا خاصة في مباراة نادي الوكرة. لكن هذا الحارس كان في يومه وهذا الانتصار لنادي السد. ضربة خطأ الآن للصالح نادي الطحيل. هل يتمكنون من تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الربع الساعة الأولى من عمر هذه المباراة؟ في التنفيذ دائما صالح هلابي أمامنا على الصورة. صالح هلابي الأقرب إلى تنفيذ هذه الكرة. ليست بالبعيدة وليست بالقريبة. بإمكانها أن تشكل خطورة على مرمى عيال الديب في انتظار طبعا الرياكشن من الحارس جهاد هديب وفي انتظار صافرة الحكم علي الحداد.
على الكرة دائما كما قلت صالح هلابي على بعد 25 مترا. هل ستأتي بالجديد بانتظار التنفيذ؟ كرة خطيرة لكن الحارس جهاد هديب يتدخل ويلقي مرمى من فرصة أخرى كانت خطيرة. كما أندية لم تتمكن من تسجيل ولا هدف واحد مثل نادي قطر ونادي الخريطيات على أقل الموسم الماضي كانت أقوى وأقوى بكثير. تعود الكرة دائما لعناصر نادي الطحين ممكن التصويب، التصويب حاضرة وجهاد هديب يتدخل في المكان المناسب. هنا الكرة الماضية استقبال الكرة بهذه الطريقة ثم التصويب لكن جهاد هديب الحارس المتألق يتدخل مرة أخرى في وسط الميدان الطحين في انتظار من سيتكفل بتسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة. هل سيكون بعنوان عيال الديب أم أنه بعنوان نادي الطحين؟ أفضل حتى اللحظة ضربة خطأ من الجهة اليسرى تلعب الكرة من الكابتن محمد النعيمي خطيرة جدا لكن الحارس جهاد هديب يتدخل ويوقد مرمى من كرة عرضية كان بإمكانها أن تشكل الخطورة. شوف الكرة الماضية لكن جهاد هديب في المكان المناسب كان قريب جدا عمالة للتصدي للكرة الماضية التي جاء من خلالها هدف المتألق أحمد إبراهيم. سداوية دائما البحث عن الجهة اليسرى المراوغة الانطلاقة السرعة حاضرة ممكن تحضير الكرة فرصة خطيرة ممكن على الطائر على الطائر لكن الحارس جهاد هديب كان في المكان المناسب فرصة كانت مناسبة. شوف السرعة الكبيرة شوف الانطلاقة وشوف التحضير لكن الدفاع يتدخل والحارس يتدخل في المرة الثانية. كرة كانت جميلة جدا لكن افتقدت للدقة من أحمد إبراهيم والغرافة أكثر من جاء ثالثا. هنا كرة من الجهة اليمنى الأقرب إليها جهاد هديب. الأرقام والمعطيات المواسم الماضية في المباراة أو على الأقل في الجولة الأولى في انتظار كيف ستكون الجولة الثانية. هنا الإبعاد من الحارس جهاد هديب ما زالت الكرة خطيرة على الخدوات والتمريرات البينية القصيرة من أجل البحث عن الهدف الثاني من الجهة اليسرى. المراوغة دائما للتحيل والسد يدافع في هذه اللحظات بحثا عن اقتناص كرة مرتدة كرة بإمكانها أن تأتي بالجديد. هنا تمريرة خطيرة جدا كرة خطيرة جدا لكن الأقرب إليها الحارس الحارس جهاد هديب. كرة دائما سداوية لجهاد هديب الحارس الذي قلت بأنه يلعب رفقة نادي السد تحت 23 سنة وأيضا يلعب في الفريق الأول اعتبار بأن المدرب في الفريق الأول في دوري النجوم يعتمد عليه في دكة الاحتياط يتواجد في رفقة الفريق الأول وهذه ثقة كبيرة جدا لمدرب السد لهذا الحارس جهاد هديب. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لعناصر الانطلاقة بهذه الطريقة تمريرة بينية لكن بعيدة نوعا ما عن المهاجم الأقرب إلى الحارس. هنا فرصة خطيرة ما زالت خطيرة سداوية فرصة خطيرة جدا المراوغة مراوغة الحارس بهذه الطريقة ممكن التصويب والحارس أحمد رشوان يتدخل. حقيقة كانت فرصة مناسبة والانطلاقة من رامي علي في الكرة الماضية. شوف الكرة كيف مررت من الحارس والتحضير والخطأ الذي ارتكب لكن رامي علي راوغ الحارس في الوهلة الأولى وصوب والحارس يتدخل في المرة الثانية وبالتالي كل ثقة أن ركلة جزاء لأدحيل حولها المهاجم. هنا كرة خطيرة وهنا الراسية حاضرة من الكابيتانو الذي كان قريبا من إضافة الهدف الثالث محمد النعيمي يرتقي فوق الجميع وبراد أكثر من راعي من جهاد هديب. شوف هنا اللقاء الذي يجمع ما بين الخور وما بين السد. طبعا احنا ننتظر حارس مرمى الخور الذي تاخر نوعا ما عن النزول عن النزول الى ارضيته وحارس السد عفوا اللي هو جهاد محمد اللي ينزل الان ارضيه ملعب جهاد محمد بالنسبه لنادي السد المرشح ان يتجاوز عقبه الخور ربما في هذه الحالة. داخل منطقه الجزاء ملعوبه خطيره كرة الماضية لمصلحة الخور لكنها تبعد من جهاد محمد حارس المرمى. خروج موفق ايضا من مرمى جهاد لم يتعرض لاحتفال جدي حتى الان. هو حارس مرمى يملك قدرات ممتازه بالمناسبه جهاد يعني ينظر اليه انه سيكون له مستقبل جيد في حراسه المرمى جهاد نظرا للقدرات والامكانيات الفرديه اللي يملكها جهاد. هنا تشكيله
نادي الاستاذ حمد علي بديلا لعبد الله الانصاري في اول التغييرات واول الخيارات بالنسبه للكابتن ملود مذكر في تشكيله نادي الاستاذ. غير ذلك فباقي الاسماء ما زالت كما هي. جهاد محمد علي الريان بعد ان يرسل الكره ساقطه في منطقه الجزاء استغلال تقدم اخر اللاعب ملعوب او جهاد برافو. جهاد محمد ايضا برافو خروج من مرايو بعد الكره الماضيه. الدفاع التصويب على التصويب حاضرة والحارس جياد هادي في اللقطة الماضية يحضر الكرة دائما لنادي المرخية تمريرة جميلة جدا فرصة خطيرة جول ضاعت الكرة الماضية بطريقة غريبة جدا جياد هادي يتدخل في اللقطة الماضية انفراد فرصة مناسبة أخطر فرصة يضيعها نادي المرخية كانت مناسبة لتسجيل هدف التعادل وفي هذه اللحظات بعد أخطر فرصة في اللقطة الماضية كما تتابعون يعلن الحكم معتصم نفسيا عن نهاية الجولة الأولى بانتصار نادي السد على نادي المرخية بهدف للصفر. أنتقيكم مشاهدينا الكرام بعد ربع ساعة من الآن للتعليق على مجريات الجولة الثانية. الآن فأنتقل بالصوت والصورة نادي المرخية سيكون في تنفيذيا على اللاعب المهاجم محمد أحمد تنفذ الكرة لكن بعيدة عن مرمى الحارس جياد هديب. حمد العيادي هو من نفذ على الكرة في اللقطة الماضية أمامنا على الصورة جياد هديب حارس نادي السد. شوف الكرة الماضية كيف لعبت والتدخل من الحارس الذي أبعد الكرة في اللقطة الماضية. جهاد الديب هو الحارس الثاني للسد. هنا التصويبة خطيرة جدا والحارس حمد محمد يتدخل. قلت بأن جهاد الديب يعني يعتمد عليه المدرب هشام زاهد في بعض المباريات على اعتبار بأنه الحارس الذي يأخذ أكبر عدد من المباريات هو الحارس مشعل برشا حارس الرسمي للفريق. ولو أن جهاد قدم مباريات كبيرة جدا يعني في المباريات التي يدخل فيها هذا الحارس كرسمي يقدم أداء جيد لنادي المرخية. تمريرة بينية جميلة جدا لانطلاق الصورة حاضرة ولكن الكرة أقرب إلى الحارس جهاد هذه في اللقطة الماضية. إليه السد الفريق الذي كذلك يعتبر من أبرز الأندية على مستوى قطاع الناشئين هنا في قطر. بالتالي المدرستين اللتين هما في غاية الأهمية ومن المدارس التي يعني لها اسم. الكرة والمحاولة والتقدم لصالح الغرافة المرور ولكن بعد ذلك التدخل من جانب جهاد محمد في الكرة الماضية. لاحظ معي التوغل والمرور والترويض هنا بالرأس ولكن بعد ذلك ثامر عبد الله لم يتمكن من ترويض الكرة والوصول بالشكل المطلوب قبل جانبي. ثامر عبد الله محاولة المرور والتقدم الانتصار. الله على الكرة في اللقطة الماضية محاولة كانت رائعة والتقدم هنا اليسرى لغرفانية صالح الغرافة. لاحظ معي التقدم هنا والمرور بشكل رائع بعد ذلك التدخل من جانب حارس المرمى صابر او حارس المرمى جهاد محمد في الكره الماضيه والتدخل بشكل رائع جدا الى حد الان. يعني يجب ايضا ان نوصف حارس المرمى جهاد محمد على اعتبار ايضا الكرتين مهمتين باحد عشر نقطه وكذلك في المركز الثامن يتواجد الاهلي بعشر نقاط يتوصف مع الريان الذي يتواجد في المركز التاسع بفارق الاهداف كذلك في صدارتي لهذا الموسم. هنا المحاوله والتقدم ولكن الله على الكره والابعاد من جانب جهاد محمد في اللقطه الماضيه. انا اقول لكم لانه الافضل في شوط المباراه الثاني الى حد الان رده فعل جميله جدا هو على الكره. يا الله على الكره من خلالها النيران الصديقة كانت أن تأتي بيكونها ردة فعل رائعة جدا. خطأ لحارس المرمى في الدقائق الأخيرة كان لفهم الكثير ولكن هنا حارس بالتأكيد إلى حد الآن يظهر في شوط المباراة الثاني. الحديث هنا عن جهاد محمد إن كنا نقول بأن شوط المباراتين على التنفيذ. هل يفعلها هشام؟ هل يعبر بها هشام؟ سنشاهد ونتابع محاولة ولكن تعود من جانب الدفاع مرة أخرى إلى حارس المرمى جهاد
اللحظة والكرة الأخضر من جانب الغرافة ونتابع محاولة المرور لسامح الغرافة أمامية مرسلة ولكن سهلة إلى حارس المرمى جهاد محمد ولا خوف على مرماهم في ظل وجود جهاد محمد أم أن الغرافة يرفض بأن يشاركه أحد هناك في الصدارة التي تواجه من خلالها محاولة ولكن حكم المباراة أشار إلى وجود خطأ في الكرة الماضية معها مشاركين المتابعين الكرام حكم اللقاء علي أحمد جمز يطلق صافرته معلنا عن نهاية هذه المباراة بتفوق فريق السد بهدف دون مقابل مبروك لفريق السد وحظ أوفر نقول للغرافة إذا الصدارة أصبح فيها المنافسة والشراكة أصبحت موجودة بين كلا الطرفين حبيبتي الكرام استمتعت كثيرا بالحديث والحوار على مجريات وأحداث هذه المباراة أتمنى أن تكونوا كذلك الستوية يعرف في كرة ملعوبة لمصلحة الريان الآن فيها محاولة على الجهة اليسرى أقرب إلى الحارس سيطر عليه مباشرة إجهاد وأعطى الأمان والاطمئنان بينما هنا الكرة تصل على الجهة اليمنى عالية سهلة تصل سيطر عليها كرة من بعيد تسدد سهلة تصل إلى الحارس جهاد محمد اللي في المباراة الماضية أمام السلية ما شاء الله تبارك تصدى لثلاثة ركلات جزاء في مباراة واحدة وهذا نادرا ما يحدث هذه دلالة على اسم قادم على مستوى العريم اسم قادم سيحمي ويقدمه خطأ من مكان قريب جدا وهنا جهاد الحارس اللي أستطيع أن أقول بأنه الأمل الكبير خاصة بأنه يتدرب مع الحارس النجم سعد الشيب حارس مرمى السد للفريق الأول خطأ وكرة ملعوبة لافة تصل سهلة إلى الحارس كره ملعوبه للامام جهاد يخرج ويبعد الكره ليس على مستوى بطوله الدوري بل على مستوى مختلف البطولات المحليه وحتى المشاركات الخارجيه والسد كان خيرا ممثلا للكره القطريه والعربيه نتذكر ذلك جيدا عن طريق ابراهيم الى ماهر يوسف كيف ضاع كيف ضاعت الكرة الماضية يعني واضح تماما المصلال ما يفعله في هذه المباراة كرات عميقة طويلة لماهر يوسف وبعد ذلك هو يتصرف سرعته قوته هو عليه الباك حل الموضوع ماهر يوسف غير ذلك ما في شيء يقدمه الفريق سوى ماهر يوسف خطا ياتي حاضر يجعل العربي والمصباح في المركز الثاني برصيد خمس نقاط وانا لدينا ابراهيم والكره بعد ذلك تتخلص من حارس المرمى تقدم من اللاعب الاميز في غاب المباراة من جانب المدخلية مر من اكثر من لاعب وارسل كرة رائع جدا جميل جدا مميز جدا اللاعب رقم 16 شوف هذه التمريرة الذكية لكن حارس المرمى يخرج ويغطي الأقوى الدفاعية ويسيطر على كرته
كرة إلى رمية تماس. كرة ملعوبة. أقرب إلى الحارس. محاولة ما زالت قائمة. تعود من جديد ترسل والكرة سهلة عند حارس المرمى. أصلاً فريق يلعب في قطر هو 46 مباراة. وهنا لدينا تسجيل إبراهيم الداعي إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب وتألق لافت بالكرات الداعية والكرات البعيدة والتسديدات لهذا الحارس جهاد هديل. برافو لجهاد هديل تحت 19 سنة يقدمونه نادي السر في هذه البطولة. حلوين السر والله. السر غير اللي يقول لك السر غير دي. نعم السر غير. السر غير. السر غير من كله. السر غير من كله. ما له شبيه. السعيد على الإطلاق.